السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ملايين السنين يا صديقي، كوكب زحل كان بيمتلك قمر. القمر ده كان سبب أساسي في إحداث أكبر تغير فلكي في تاريخ الكوكب. حسب التوقعات، في عرض القمر كان 400 كيلومتر تقريبا. تكوين القمر بشكل كامل كان من الجليد، لكن كان مقدر على القمر ده الفناء والفشل في الاستمرار. والسبب الأساسي في كده هو قرب المسافة اللي بيدور فيها القمر. كان بيدور في منطقة قريبة جدا من القوة الهائلة لجاذبية زحل. وحسب رأي المختصين في دراسة علوم الفلك، إنه في الغالب كان موجود جسيم تابع لكوكب زحل، ولكن تعدى حدود روش، وتسبب ذلك في تكوين الحلقات. وحدود روش يا صديقي هي المسافة اللي بيقدر يتماسك فيها أي جرم سماوي بفعل جاذبيته، وبيتحلل مباشرة إذا أثرت عليه أي قوة مد ناشئة عن اقتراب جرم سماوي تاني ليه ما يقدرش يقاومه. وده معناه إنه كان في جرم سماوي دخل في منطقة زحل بشكل معين وأدى ذلك لتدميره، لكن الحطام الخاص بيه ما خرجش من دايرة الجاذبية الخاصة بزحل علشان يكون المنظر الرائع والمعروف بحلقات زحل. أهلا وسهلا بيكم على أجمل وأجمد قناة على الكوكب. أنا أحمد سليمان، وفي الفيديو ده من زحل لسوبر زحل. في معظم الأوقات مجرد ما بنسمع كلمة كوكب زحل بنفتكره مباشرة بجمال الخاتم أو الحلقات المحيطة به، وفي كتير مننا بيظن أنه ما فيش غير كوكب زحل اللي بيمتلك الحلقات بالعدد الكبير ده. لكن دلوقتي هنتكلم عن كوكب مماثل بعض الشيء لكوكب زحل. لكن لو استبدلناه بكوكب زحل في نظامنا الشمسي، خلينا فجأك وأقولك أننا هنقدر نشوف حلقاته بكل بساطة من على كوكب الأرض، وده لأن حجم حلقاته أكبر 200 مرة من حجم حلقات كوكب زحل. لو أنت من الناس المهتمة باكتشافات الفضاء والظواهر الكونية العجيبة، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتي الحصرية أول بأول. سوبر زحل أو سوبر ساترن، والمعروف علميا بJ1407b، بيقع على مسافة 430 سنة ضوئية خارج نظامنا الشمسي. عبارة عن جرم سماوي صاحب إطلالة خيالية، هو سيد الحلقات داخل الكون العجيب، وده طبعا لحد دلوقتي، لأنه في عالم الكون العظيم يا صديقي ما خفي كان أعظم. أحد أهم الأمور المميزة لكوكب زحل العملاق هو أنه في بداية عمره، واكتشف الباحثون مجموعة من الظواهر الرائعة بخصوص الكوكب ده. أولها أن الفجوات الموجودة بين الحلقات المهيبة بتدل على وجود عدة أقمار تابعة للكوكب بتدور حواليه بالفعل. بالإضافة لكده، فالفجوات الموجودة بين الحلقات ربما تصبح مكان للأقمار الصناعية بعد كده. خلي بالك، المقصود بالأقمار الصناعية هنا أقمار تشكلت مع الوقت عن طريق عمليات التجاذب المهولة في محيط الكوكب، مش أقمار صناعية ناسا أو غيرها من الوكالات هتبعتها، فاهم؟ بالنسبة للنجم الخاص بكوكب سوبر ساترن، فعمره لا يزيد عن 16 مليون سنة فقط، وده بيأكد أن في عمليات كتير لسه في مرحلة الأولى. الأمر الملفت للنظر يا صديقي بشكل واضح لكافة العلماء هو أثناء دوران الكوكب سوبر ساترن أمام النجم الخاص بيه، وفي إحدى المناطق تحديدا بيعتم سطوع النجم تماما. ضوء النجم بيزيد بشكل ملحوظ خلال 50 يوم تقريبا، وفجأة الضوء ده كله بيختفي لحظة مرور الكوكب من أمامه. نظام الحلقات المحيط بساترن العملاق ضخم جدا، قطر أكبر حلقة في حلقاته بيوصل ل70 مليون ميل، وده بيعادل 112 مليون كيلو متر يا صديقي، في حين أن قطر حلقات كوكب زحل لا يزيد عن 600,000 كيلومتر. المدارات المجارية اللي بتدور حول زحل العملاق قادرة على امتصاص حوالي 95% من أشعة الشمس أو النجم الخاص به. غير كده أن الباحثين اكتشفوا أن كتلة الحلقات بتزيد 37 مرة عن كتلة القمر الخاص بكوكب الأرض، وده بيأكد توقع بعض العلماء في مسألة تحول الحلقات دي لمجموعة من الأقمار في المستقبل. ده طبعا هياخد ملايين السنين علشان يحصل، وقتها لو ده حصل بالفعل والله أعلم هيتحول سوبر ساترن لساترن العادي علشان يبقى التوأم الحقيقي لكوكب زحل. بعيد عن الكواكب المسالمة والجميلة، تعال نتكلم عن نجوم عملاقة. وجه التشابه الوحيد بينها وبين الشمس إنها نجوم، لكن هكلمك عن نجم حجمه بيساوي 1400 شمس. يعني تخيل كده الشمس بتاعتنا بعظمتها وحجمها المهول 1400 مرة علشان بس تقرب من حجم النجم العملاق اللي هكلمك عنه. لو حابب تشوف الفيديو الخاص بالنجوم العملاقة مصابيح سماء المجرة هيظهر لك في آخر الفيديو الحالي، وهسيب لك جزء بسيط منه دلوقتي يمكن يعجبك. ثبات البشرية، ورغم كل ده من الصعب رؤيته بالعين المجردة لأن في عوامل كتير، أهمها تأثير الانقراض بين النجوم واللي هو عمليات انفجار النجوم وغيره، وضيف على كده صعوبة وصول الأشعة الخاصة به بسبب سحب نجوم الغبار الفضائي وتقارب النجوم وغيرها من الأسباب. KY سيجني، بسبب عوامل البعد وغيرها من العقبات صعب جدا نحدد الكثير من المعلومات عن KY سيجني.
لكن الشيء الوحيد المتفق عليه من معظم العلماء هو حجمه، لأنه يعتبر واحد من أصغر النجوم العملاقة، لدرجة أنه بيشار إليه على أنه نجم حدودي بسبب صغر حجمه مقارنة بغيره طبعا من النجوم. لكن طبعا في نجوم تانية يستحيل أن حد يقدر يشكك في ضخامتها المبالغ فيها. نجم معروف بهيبته بين النجوم المعروفة هو القائد بدون أي منازع من حيث الحجم وهيمنته بين النجوم، هو النجم العملاق بشكل مرعب VY Canis Majoris. بيبعد عن الشمس مسافة تقدر ب 3800 ل 5000 سنة ضوئية، موجود في كوكبها بتحمل نفس الاسم الخاص به، وبالنسبة لحجمه فلا يوجد أي خلاف عليه.